الأول من المهمة وهو مهمة الذهاب إلى الأراضي المقدسة، ونأمل أن يكون النصف الثاني من المهمة وهي العودة من الأراضي المقدسة على ذات المستوى من النجاح وأكثر إن شاء الله. في بعض البيانات يمكنني قبل ما أبادر أرض مسلمة الحبيبة أن أوضحها لحضراتكم، حتى مساء أمس تم تفريج 64,174 حاج إلى مكة والمدينة، يعني تراب راح جدة وتراب راح المدينة. عدد الحجاج حتى مساء أمس 64,174 حاج. إن شاء الله تستكمل باقي الحالات على مدار هذا اليوم. بالنسبة لمصر الطيران كل لكن النهارده ستنتهي الرحلات على متن طائرات مصر الطيران. في بعض البيانات والوقائع احب اذكرها لحضراتكم في اطار الشفافيه اللي حكيوني بتعامل فيها بصفه مستمره من وقت مغادرتي ولحظه وصول وحتى العوده ان شاء الله. بصفه عامه الحاله مرضيه جدا بالنسبه للقضايا المسلمين في المملكه العربيه السعوديه، ولا توجد اي مشاكل كبيره على الاطلاق. لكن بالفرق زي ما حضراتكم عارفين لازم يبقى في بعض المشاكل او بعض الامور البسيطه، ولكنها امور ليست على مستوى كبير من الجسامة، بل على العكس مستوى قليل جدا، ولكن يهمنا ان احنا نقطع المنصب. احنا عندنا عدد 34 عياده في مكه والمدينه تابعين لوزاره الصحه. العيادات دي استقبلت 36,732 حالة على مدار الأيام القليلة الماضية فقط. 36,732 حالة. تم علاجهم جميعاً وصرف الأدوية جميعاً للمجان. تحملتها الدولة الرسمية. يعني جميع حالات التي دخلت العيادات المصرية العدد اللي انا ذكرته 36,732 حال جميعهم تم علاجهم بالمجان في العيادات المسلميه الموجوده داخل الفنادق واماكن تجمعات المسلمين في المملكه العربيه السعوديه، سواء في مكه او في المدينه.